اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا تنظم حفلها السنوي لجوائز التميز الصحفي لعام 2024 بحضور وزير الثقافة ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وأعضاء اللجنة بالإضافة للمشاركين والعاملين في الحقل الإعلامي. تهدف المسابقة إلى تعزيز وتوطيد حرية الصحافة من خلال التثمين والتشجيع المهنية لأجل جودة الإنتاج وفق المنظمين، كما تشمل المسابقة جميع اللغات الوطنية واللغة الفرنسية. غلاف الدعم العمومي للصحافة الخاصة هذا العام 52 مليون روبية قديمة بزيادة 75% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة عن المبلغ الأصلي، وستتضاعف هذه السنة لتصل إلى 100% تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزالي. وفي إطار تثمين النسخة الرابعة من جوائز التميز الصحفي ومن أجل المساهمة في ترقية القطاع السمعي البصري، قدمت سلطة الإشهار مشكورة جوائز الفائزين الخمسة الأوائل في القطاع السمعي البصري، مما سمح بزيادة مخصصات المكافآت. مقرر اللجنة أعلن عن المعايير المتبعة في الجائزة، والتي تشمل التقرير الإذاعي والتقرير التلفزيوني والتقرير الصحفي المقروء ومقال الرأي واللغات الوطنية والفرنسية. بدأت اللجنة في استقبال الملفات تباعاً بعدما تم استعراضها من طرف سكرتارية الجائزة المكلفة باستقبال الملفات، وتم الشروع مباشرة في تقييم وتنقيط الملفات بجميع اللغات المشاركة ومختلف الأجناس الصحفية المشمولة من تقارير إذاعية وتلفزيونية وتقارير صحفية مقروءة ومقالات رأي، طبقا لمسطرة إجرائية صارمة واضحة استهلت العملية بالإعلام السمعي البصري وختمت بالتقارير الصحفية المقروءة ومقالات الرأي. استمرت الجلسات من 17 حتى 23 أبريل، وصل عدد الملفات المشاركة بجميع لغات المسابقة إلى 54 ملفا توزعت على الأجناس الصحفية طبقا لما يلي: الإعلام السمعي البصري 41 ملف، التقارير المقروءة ومقالات الرأي 13. وحصل الفائزون على مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر تسلموها من وزير الثقافة ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ورئيس سلطة الإشهار وأعضاء اللجنة. ودأبت اللجنة على تنظيمها كل عام سعيا منها إلى خلق فضاء للتنافس الإيجابي مما يمكن الصحفي من المنافسة في المحافل الدولية، كما يقول المنظمون.